السلام عليكم أعزائي متابعي قناة تعلم واستفيد. اليوم غادي نشوفوا صفحة 170 من كتاب اللغة الفرنسية Mes apprentissages en français مستوى 16 ابتدائي. Évaluation et consolidation. Première semaine, unité 6. الأسبوع الأول ديال الوحدة السادسة. Voyage et souvenir. اليوم غادي يكون عندنا درس فليكسيك، عفوا تمارين فليكسيك. هاد الوحده السادسه كامله غادي تكون عباره عن تمارين، حيتاش اللي غادي تنفعكم بزاف في الموحد، في الامتحان الموحد. اذا نبداو بلا بروميير كاستيون. اكري كوت ا كوت لي كوبل دانتونيو. المطلوب منا في هذا السؤال ان عطينا مجموعه من ديال الكلمات، المطلوب منا اننا نكتبوا كتبوا لي مون انتونيوم كوت ا كوت، يعني حدا حدا كل كلمه او ضد ديالها. نعطينا نوفو بيردر، نوفو بيردر، جنتي نوار، اوت ديبو لونغ بلان كورت، غاني ميشان انسيان فان باس. نوفو جديد، بيردر خسيرة، جنتي يعني طريف، نوار اسود، اوت عالية، ديبو بداية، لونغ طويلة، بلون بيض، كورت قصيرة، غاني يعني ربح، ميشان يعني قبيح، انسيان قديم، فان نهاية، باس يعني منخفضة. إذا لاحظتوا أن كل كلمة هنا عندها الكلمة ضد ديالها، يعني هنا مطلوب منا أننا نشدو الكلمة ونكتبوها حدا ضد ديالها. عندنا مثلا نوفو يعني جديد، إلا قلبنا على الضد ديالها شنو غنلقاو؟ غنلقاو أنسيان يعني قديم، نوفو أنسيان. بيردغ خسيرة، فينا هو الضد ديالها؟ غادي نلقاو غاني يعني رابحة. جونتي ظريف، غادي نلقاو الضد ديالو ميشون قبيح. نوار بين الضد ديالو هو بلون يعني اسود ابيض. اوت عالية، الضد ديالها هي باس منخفضة. ديبو بداية، ضد ديالها فان نهاية. لونغ طويلة، ضد ديالها كورت قصيرة. غاني عفوا هادي فتناها صافي. اذا بهكا غادي نكونوا سالينا كاع الكلمات. اذا هذه هي الاجابه. فوالا. نوفو ضد ديالها انسيان، بيردغ ضد ديالها غاني، جونتي ضد ديالها ميشان، نوار ضد ديالها بلان، اوت باس، ديبو فان، لونغ كورت. نوفو جديد، انسيان قديم، بيردغ خسيرة، غاني رابحة، جونتي يعني ظريف، ميشان يعني قبيح، نوار اسود، بلون ابيض، اوت عالية، باس منخفضة، ديبو بداية، فان نهاية، لونغ طويلة، كورت قصيرة. دوز دابا لا دوزيام كاسيون. La deuxième question. Trouve les antonymes des mots suivants. نعطينا plusieurs mots. Vous avez les كلمات. Le مطلوب منا شنو هو؟ هو أننا نعرفوا ضد ديال الكلمات اللي عطيناهم. عطينا مثلا هنايا arriver, monter, bon, riche, entrer, plus, modeste, près ou bien. عطينا هاد لي مون، مطلوب منا هو أننا نعرفوا لي زانتونيم أو لا لي كونترير ديال هاد لي مون سويفون. نبداو بأغيفي. أغيفي مثلا كنقولو جا، الكونترير ديالها باين يعني مشا، بارتيغ. هنا عندنا مونتي يعني بحال صعادة، ولا كنقولو بالدارجة طلع. ديمونتي ديسوندغ يعني نزلة. بون مزيان، موفي خايب. Riche, غني, pauvre, فقير. Entrée, sortie. Plus, moins. Plus بحال مثلا كنقولو الأكثر، moins أقل. Modeste, متواضع. Orgueilleux يعني متكبر، ضد ديال متواضع. Près يعني قريب، loin بعيد. Bien, mal ضد ديالها هي mal. Je relis. Arrivé
Le contraire ديالها c'est partir. Monter. Le contraire ديالها démonter, descendre. Bon, mauvais. Riche, pauvre. Entrée, sortie. Plus, moins. Modeste, orgueilleux. Près, loin. Bien, mal. Laver, nirsel, salir, ni kiosr. Difficile, saib, facile, c'est. Nous avons d'abord la troisième question. Utilisez des mots du lexique relatifs aux vacances et aux voyages pour compléter les phrases suivantes. Donc, neuf sous-sol, ou un ensemble, kalimat li tkun qreba le. يعني اللي تكون بالمعجم المرتبط ب او فاكونس بالسفر اي او فواياج او عفوا او فاكونس بالعطل اي او فواياج بالسفر بور كومبليتي لي فراز سويفونت. نطلب منه هو اننا نستعملوا شي كلمات تكون من المعجم مرتبط من المعجم المرتبط بالعطل او بالسفر وبالسفر باش نعمروا هاد الفراغات اللي عندنا هنا في لي فراز سويفونت. نبداو باول فراز عندنا avant de voyager je prépare ma valise. قبل ما نسافر كنوجد la valise ديالي. Avant de voyager je prépare ma valise. J'achète, شنو كنشري قبل ما نسافر؟ J'achète mon billet de train. كنشري تيكي ديالي ديال الترين, الورقة ديال الترين ديالي. B, j'achète des souvenirs dans des bazars. ملي كنمشيو لي بازار كنشري des souvenirs, اي حاجة تقدر تفكرني بديك المنطقة اللي مشيت ليها. Je fais des randonnées d'eau de cheval. كندير دوك الدورات اللي كيكونوا مثلا فوق ديك دوك الدورات اللي كيكونوا بالخيل على المدينة. سي avec mes parents je pêche. مع الوالدين ديالي كنصيد. avec mes parents je pêche des poissons et nous baignons dans la mer. Avec mes parents, مع الوالدين ديالي كنصيد دي بواسون, كنصيد الحوت. اي نو نو بينيون, هنا فيرب برونومينال, نو نو بينيون يعني بحال كنعومو في البحر دون لا مير. لا فراز دي نو باسون, فراز دي نو باسون دو ميرفييوز فاكونس. دوزنا واحد العطله زوينه بزاف. نشوفو لا كاتريم كيسيون. Écris trois phrases où tu emploies le lexique relatif au voyage. Donc, on a fait ce sujet, il écrit trois phrases qui sont placées dans le jumel. Donc, le jumel, je n'ai confié rien. Donc, le jumel, c'est un système où on le lexique relatif au voyage. Donc, le jumel, on a besoin d'un système où on le mot jumel, le mot tabat, le safar. Et comme exemple, on a fait trois phrases. Donc, la première phrase, j'ai beaucoup voyagé par avion, c'est reposant et rapide. يعني انا سافرت بزاف في الطياره, سي ريبوزون يعني هي مريحه بزاف. اي رابيد, اه جي بوكو فواياجي بار افيون, سافرت بزاف في الطائره. سي ريبوزون اي رابيد يعني هي كانت مريحه وسريعه. لا دوزيام فراز او لا بي, شاك ايتي نو باسون نو فاكونس ا اغادير. شاك ايتي نو باسون nos vacances à Agadir. يعني كل صيف كندوزو لي فاكونس ديالنا او لا العطل ديالنا في مدينه اغادير. يعني نحاولوا انكم المدن تكتبوهم بلا ماجيسكول حيت لي نون بروبر دائما كنكتبوهم بلا ماجيسكول. La phrase c'est la dernière phrase c'est au printemps في الربيع beaucoup de personnes aiment aller à Marrakech. في الربيع فصل الربيع بزاف ديال الناس كيعجبهم ولا كيبغيو يمشيو لمدينه مراكش. اذا كذلك مدينه مراكش خصنا نكتبوها بلا ماجيسكول حيتاش نون بروبر. جو غولي لي فراز, جي بوكو فواياجي بار افيون, سي ريبوزون اي رابيد. بي, شاك ايتي نو باسون نو فاكونس ا اكادير. سي, او برانتون بوكو دو بيرسون ايم الي ا مراكش. إذن أعزائي المتابعين, كانت هذه الصفحة 170 من كتاب اللغة الفرنسية Mes apprentissages en français المستوى 6 ابتدائي. السلام عليكم, لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.